المملكة العربية السعودية المتهمة بالترويج للإرهاب العالمي تسعى اليوم وبكل ما أوتيت من قوة إلى النأي بنفسها عن التهمة وتشتيت أنظار الرأي العام الدولي عن حقيقة وقوف المؤسسة الدينية الوهابية وراء نشر التطرف الفكري والتكفير في السعودية والعالم. وفي أحدث محاولة لها على هذا الصعيد ادعى ولي العهد السعودي في تصريح لصحيفة الجارديان البريطانية أن التوجهات المتشددة ولدت كنتيجة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران التي حاول آخرون استنساخها بحسب زعمه. لكن الحقيقة التي لا غبار عليها والتي ربما أن بن سلمان لم يطلع عليها لأنه كان طفلا حينها هي أن بلاده دعمت حركة طالبان الأفغانية والمجاميع المتطرفة الأخرى وخاصة تنظيم القاعدة أثناء فترة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، كما وأن بلاده هي واحدة من ثلاث دول في العالم فقط ممن اعترفت بدولة طالبان الإرهابية التي ترعرع في ظلها تنظيم القاعدة. وأما مشاركة 15 سعوديا في هجمات 11 من سبتمبر الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة في العام 2001 فلم تعد خافية على أحد. ولذا فإن مراقبين يرون أن محاولة بن سلمان التنصل من مسؤولية بلاده بالوقوف وراء ظهور الجماعات الإرهابية تبدو فاشلة ولن تحجب الحقيقة، وأن إعلانه السعي لإعادة السعودية إلى الإسلام المعتدل وإن تعني إقرارا منه بأن السعودية تخضع للنهج المتشدد لكنها لن تعفي عائلة آل سعود من مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة طوال العقود الماضية. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا.